اهلا وسهلا مشاهداتي الراقيات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي يكون هذا الفال ديالكم مقسم ل 12 فال، كتختاروه من رقم 1 لرقم 12 او كتختاروه على حسب شهر الميلاد ديالكم. كما كتعرفوا هذه هي احسن ورقه في الكارطه المغربيه، فاللي كيختاروا الفال اللي كتكون فيه هذه الورقه هذه فانت محظوظه جدا، لانها كتعني بزاف والكثير، والورقه اللي هي ايجابيه، ممكن خطوبه، ممكن زواج، ممكن نجاح، ممكن نصره، ممكن تغيير حال الى احسن حال، فهي من احسن الاوراق او احسن ورقه في الورق المغربي. البنات كيعجبني بزاف لما كتكونوا حصلتوا على الفال اللي فيه علام الفرح وكتكتبوا لي في التعاليق، حتى انا كنفرح معكم. فان شاء الله نتمنى الاغلبيه فيكم يعني يختاروا او يكون الحاسه ديالهم تميل لهاد الورقه هذه. ان شاء الله خير، ان شاء الله فالكم ايجابي. ان شاء الله فالكم خير، وان شاء الله فالكم ايجابي، ان شاء الله كلكم يكون الفال ديالكم زوين، ولا ان شاء الله تلقاو اجوبه على الاسئله اللي نتوما داخلين تطرحوها. وكنتمنى انكم تقضيوا وقت ممتع في هذا الفال هذا. فاللي اختاروا رقم واحد او هما مولودات برقم بشهر واحد، فتيقول لك عندك خبر مهم غادي تسمعيه، او الخبر اللي كتنتظريه غادي تسمعيه خلال اربعه اوقات. كذلك هنا كنشوف الحبيب او الزوج ديالك مهتم بك، قلبه معك، تفكيره كله معك، واخا ما يكونش معك بالجسم فهو معك بقلبه وكيبغيك هذا الشخص هذا. كاين فيكم اللي غادي يكون عندها حمل او غادي تفرح على الابناء ديالها، او كاين حد غايب مده طويله غادي تشوفيه، او البعض فيكم اللي هي ما عندهاش حبيب، عندك دخول شخص جديد في الحياه ديالك. وكنقول لك خبر مهم غادي تسمعيه وغادي تظهري على هذا الخبر هذا اللي غادي تسمعيه. والبعض فيكم اللي عندها انسان عزيز عنده مشكل قانوني، او هو يعني كاين في سجن، فغادي تسمعي عليه خبر اللي غادي يفرحك بزاف. بالنسبه اللي اختاروا رقم جوج او مولودات بشهر جوج، الفال كيقول لك انتبهي، يعني ممكن انك تتعرضي للغدر، للخيانه، للنصب، للاحتيال. كذلك هنا عندك مكالمه هاتفيه مهمه او انتظرتيها مده طويله، او حتى الا كنتي انت مترده انك ديري اتصال هاتفي، فالفال كيقول لك ما تردديش، يعني تواصلي. غادي يكون عندك هنا شي شويه سهر بالليل او عندك اشغال بالليل، عندك هنا لقاء او صلح او اجتماع غادي تحضري فيه وغادي يكون بشكل مميز. بالنسبة اللي اختاروا رقم ثلاثة او مولودات بشهر ثلاثة، الفال كيقول لك غادي يكون عندك لقاءات نسوية في الايام المقبلة، او في هذا النهار هذا اللي غادي تشوفي فيه هذا الفال هذا، عندك لقاءات نسوية وغادي تكون بالفائدة هاد اللقاءات هذه. كنقول لك الحبيب ديالك او الزوج ديالك كيفكر فيك، قلبه معك، ولكني هو انسان الايام المقبله غادي يكون متطلب من الناحيه العاطفيه، او غادي يكون رومانسي، وغادي يكون حتى زهواني، وممكن انه يخونك او انه يخرج مع بنات. هذا لا يعني انه ما كيبغيكش، ولكني هو غادي يكون كيعجبو السهر او الزهو او الهضره مع البنات، فغادي يكون البنات عليه دايرين، او البنات باغيين يتعرفوا عليه، او البنات باغيين يخطفوه. اما هو فالحب كاين وكيبغيك وراكي في قلبه. كذلك كنشوف غادي يكون عندك
لمات، اجتماعات نسوية، ممكن حفلات، ممكن لقاءات، ممكن تكوني متضايفة عند الناس كتعرفيهم أو الصديقات ديالك، أو هما غادي يكونوا معمرين البيت ديالك. بالنسبة اللي اختاروا رقم 4، غادي تكوني أكثر رومانسية، غادي تكوني مهتمة بالحالة العاطفية أو بالحياة العاطفية ديالك. كنقول لك غادي يكون عندك تحركات كثيرة أو مشاوير، أو غادي يكون عندك مشتريات كثيرة أو سفر لمسافة قصيرة. البعض فيكم غادي تكون كدير تغييرات، ممكن باغية دير ريجيم أو مهتمة بالجمال ديالها أو كتفكر دير عملية تجميل، وكذلك عندكم هنا إصلاحات ممكن ديروها في العتبة، أو ممكن يعني ترتبوا البيت ديالكم بشكل كبير. فهذا هو اللي عندكم مهم في هذه الأيام هذه اللي اختاروا رقم 4. بالنسبة للبنات اللي اختاروا رقم 5، انتوما هما اللي جا فيكم الحظ. فأعلام الفرح، انتما محظوظات جدا اللي اختاريتو رقم 5. فاما خطوبة، اما زواج، اما عقد قران، اما ترسيم علاقة، اما الحبيب ديالك غادي يهضر معاك هضرة اللي غادي تفرحك بزاف، او ممكن يكون عندك نجاح، ممكن انك في امتحان فغادي يكون عندك نجاح في هذا الامتحان، او انت في محكمة فعندك نصرة. عندكم كذلك تغييرات الى الاحسن او تجديدات في الحياة ديالكم، وعندكم ذبيحة غادي تحضروا لها او مناسبة او حفلة غادي تكونوا حاضرين لها، وغادي تكونوا فرحانات وعندكم حاجات في هذا الحفل ولا هذه العزومة هذه او هذه المناسبة، غادي تكونوا محظوظات فيها، او عندكم حاجات غادي تغير من الحياة ديالكم تغيير اللي هو كبير. بالنسبة اللي اختاروا رقم 6، غادي نقول لك هنا غادي تكوني محبوبة جدا، غادي تكوني محط انظار، غادي يكون طايح عليك السر والهمة. يعني كل الرجال غادي تكون الانظار ديالها عليك، الكل غادي يبغي يتعرف عليك، الكل غادي يبغي يهضر معاك، الكل غادي يبغي يستشر معاك، غادي يكون بالرفقه ديالك. كنقول كذلك عندك هنا حاجه كبيره غادي تحصلي عليها، او غادي تشري حاجه اللي هي غاليه، او حاجه اللي هي كبيره جدا فعندك الحصول عليها. وكنقول لك هنا الا كان عندك شي حاجه مع مدير او مسؤول او رجل قانون فغادي تكوني منصور. كذلك هنا اللي كدير طاقات روحانيه فجايه معاك بالفائده، او اللي كديري تسابيح وانت مهتمه بالامور الدينيه، او كديري طقوس هذه الايام، او ناويه انك ديري طقوس فغادي تجي معاك بالمزيان. بالنسبه اللي اختاروا رقم 7، عندك جوج الارزاق كبيره غادي تحصلي عليها، يعني جوج مبالغ ماليه، او هو مبلغ مالي بالعدد 3 غادي يكون كبير، وحاجه ماديه بالعدد 5. الفالكي يقول لك علاش كتفكري في السلبي، علاش كتشائمي، علاش دائما نيتك ناقصه. فالامور ديالك جيده والاحوال ديالك طيبه، فقط حيدي عليك الهم والغم اللي انت مركباه لنفسك بنفسك. وكنشوف كذلك اللي كانت مريضه او عيانه او حالتها النفسيه محطمه، فبعد 5 ايام الامور ديالك غادي تتحسن، او يوم الخميس الامور ديالك غادي تتحسن. بالنسبه اللي اختاروا رقم 8، عليكم العين والحسد ومتبوعات جدا، والحاله الماديه ديالكم متوسطه. اللي غادي تكونوا يعني ناجحين فيه هما الاوراق، يعني الا كنتي كتسالي واش غادي نحصل على شهاده، عندك شهاده او رخصه او اقامه او جنسيه او ملفات، او هما شيكات عليك، او هما تريتات عليك، فهاد الامور غادي تظهري عليها. ولكن العين والحسد والتبعه عليك. من ناحيه ديال الفلوس، فالفلوس شويه يعني ما خصك ما ناقصك، يعني متوسطه. بالنسبه اللي اختاروا رقم 9، او هما مولودات بشهر 9، غادي تكوني محظوظه والفرص قدامك كثيره. عندك هنا مبلغ مالي بالعدد 2. كيقول لك الفال الا كنتي باغيه ديري طاقه روحانيه فراها جايه معاك. الا كنتي كتسالي على السحر وكتقولي واش عندي سحر، فطاقه سلبيه ما كايناش عندك هاد الايام. وانت الا بغيتي ديري طاقه روحانيه او باغيه ديري عبادات او طقوس فديريها، غادي تجي معاك بالمزيان. بالنسبه للسحر ما كاينش عليك طاقه سلبيه ولا سحر هاد الايام هذه، غادي تكوني محظوظه، عندك فرص كثيره غادي تكون قدامك في ال4 ايام المقبله، وعندك بعد يومين او ساعتين او يوم الاثنين مبلغ مالي بالعدد 2 غادي تحصلي عليه.
بالنسبه اللي اختاروا رقم 9 وهما مولودات بشهر 9، كنقول لك هنا الحبيب ديالك او الزوج ديالك كيفكر فيك بزاف، الغيار او المشكل اللي كان بيناتكم غادي يمحي، المشاكل او سوء الفهم او عدم التفاهم او الخصومات اللي كانت بينك وبين الحبيبه والزوج ديالك خارجه، كنشوف عندك امور جيده، حتى الالم اللي كنتي كتحسي بها خارجه، كنشوف اللي غادي يكون عندها لقاء مع طبيب او مع محامي او رجل قانون او مسؤول كبير غادي يكون عندك معاه لقاء، وكاين البعض فيكم اللي انت والزوج ديالك او انت والحبيب ديالك غادي يكون عندكم هضره وكلام مع رجل مسؤول او رجل قانون او محامي. بالنسبه اللي اختاروا رقم 11 او هما مولودات بشهر 11، فكنشوف هنا غادي تكونوا مهتمات بالدراسه ديالكم، واللي هي عامله او موظفه غادي تكوني مهتمه بالعمل ديالك والعامله كذلك، فالمشكل عندكم شويه غيار بخصوص الدراسه او بخصوص العمل، فاللي كتدرسوا انتبهوا لان يقدر يكون عندكم رسوب في مواد او فشل في الدراسه ديالكم او عدم الرغبه في تكميل الدراسه، واللي هما موظفات او عاملات انتبهوا من المشاكل مع الموظفين اللي معكم لان ممكن يصرى لكم هنا غيار او مشكل في العمل. هنا كنشوفك غادي تكوني مهتمه بالمنزل او مهتمه بالعتبه ديالك، ممكن غادي تكوني بيتوتيه او البعض فيكم ما غاديش تكون كتبغي تخرج او ما عندهاش الطاقه للخروج، فغادي تكوني جالسه في الدار وما باغيه تستقبلي ولا احد. كنشوف المراه اللي كانت مسببه لك مشكل، ممكن تكون هذه الحماه ديالك او امراه كانت مع امراه كانت معاك امراه كانت معاك في البيت وكانت مسببه لك مشكل كبير، او هذه الحماه ديالك مسببه لك مشكل كبير، فخارجه من الحياه ديالك وخارجه من العتبه ديالك. فحتى الا كانت عندك وحده من الاهل او من الصديقات كانت مسببه لك مشكل في حياتك او مدمره لك الحياه ديالك، فهي خارجه بصفه نهائيه او ما غاديش تبقى تدخل في الحياه ديالك وغادي تحسي بالهنا والراحه. وحتى الا كانت عندك حاليا في البيت ديالك امراه ومتقله عليك فخروجها قريب. بالنسبه اللي اختاروا رقم 12 او مولودات بشهر 12، عندك امور جيده في كل ما يخص السفريات، او الى عندك شيء في البلاد البعيده فغادي تظهري عليه، يعني الا كنتي كتنتظري شيء مادي من البلاد البعيده او كان عندك حبيب او زوج او اخ او ابن في البلاد البعيده فمازال غادي تفرحي على هذا الشخص هذا، وكذلك بالنسبه للاسفار البعيده فعندك فيها خير ومتسهلة، بعد 3 أوقات يكون عندك فيها خير هاد السفريات هادي. الفن هنا كيقولك ما تبقيش تغيري الأراء ديالك، يعني كل نهار برأيي، فكوني مرزنة وكوني واثقة من نفسك وما تبقيش كل مرة بهضرة جديدة، يعني تكوني عندك الكلمة، ما تكونيش يعني كتوعدي الشخص وكتخلفيه بالوعود أو كتقولي شيء وكتراجعي فيه، فهاد الشيء هذا ممكن يأثر لك على الحياة ديالك. فكان هذا الفال ديالكم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهاد الوقت ولو هو قصير في هاد الفال هذا، كنتمنى لكم الصحة والسلامة وطول العمر، تهلاو في راسكم، استمتعوا بالحياة، الى اللقاء ان شاء الله فالاخر جديد، كنبغيكم.